والله ما كاين اللي صاد عليه في الدنيا قدكم نتوما بجوجات، نتوما اللي تضربوا في الدكوكه اختي. انا هز الازمة على كتافي كنخمم الحل كيفاش ندير ليها، وانتوما جالسين كتضربوا في الدكوكه. حيدوا عليا فهمتوا لي هادشي اللي غادي نقول لكم راه مهم. البارحه اختي الليل كامل وانا كنفكر في واحد المشكل، قلت دابا ارضك شتا بالنعمه تصنطي لي. قلت انا دابا مع راسي كيفاش هاد الطنز اللي سايرين كيطنزوا علينا؟ واش دابا حنا عاطينا نهار في العام كيضحكوا علينا فيه قال لك حقا ما حقا كنحتفلوا بكم، وهما الرجاله العام كامل مفيجطين العام كامل ناشطين مع راساتهم، وحنا مساكينات كنعيشوا في تماره ونعيشوا في القهره. ويلي هذا الراجل راه واخا ما عرفت شنو ديري ليه ما يقرش بيها. تصوري انت معايا انا خممت مع راساتي كتصيري على ولاد وتقولي لي عطيني الصير ديال ولادك، يقول لك ما عندوش نجيبو عرطوني. ها وضربي ضلي ضلي ضربي في تماره وتصبني وتنكسي وما تخلي ما ديري والاخر اش يخسر عليكم. وال كنت ياش كديري ليا في الدار كاع كتصرعي ليا الصواريخ. هم حراستي طاحت ليا قضيت انا واش عيب 14 عام مخاطبني 14 عام راني نتسنى لي مقا وعطني في الضيقه وعطني حلف بوالا وعطني. ها ملي كندور في راسي مزيان كنقول انت مالا دراجل انا كاع اش غيزيد عليك كاع وال بغا يقود يقود ما بغاش الله يعرضنا وعرضوا السلامه. داك الشيء علاش خاصنا نتحزموا ونترزموا ونوضوا نغيروا حنا علينا هذه الوضعيه. انا قررت اننا خاصنا نديروا الاضراب، ياك الاضراب اختي مشروع ايوا نوضوا حنا حنايا نديروا الاضراب. اش بان لكم في هذا الشيء اللي فكرت فيه؟ اختي فينا الزوع؟ عطينا داك الصدق بس ندوزو هاد السي الله يعطيك الصدق. قول الحمد لله ما عندك والو، خاصك غير ما تسرد دابا. او سيمانة هادي ما طاحت النعمة في كرشي. ويلي كيدوز لي على الليمون. صافي الموت هادي مسكين مشى عند الله هنا. سيت العم قران شوف كان عندي واحد السيد صاحبي مسكين عايش غير بالطون والحرور، تا هو مشى مات. لا مشى لبرا. باش كتحس؟ الدوخه وصداع الراس. تلقى الراجل اللي يمشي يموت الله يهديك اش كتحس؟ كيحس ب لطيف واش انت عندك غير الموت؟ تمشي مع لي كونترا؟ وي انا كنجمع فيهم ما بقاليش بزاف ونسالي. المهم في لافان ديال لا جورني لو رابور يكون عندي. داكوغ توت فاسون انا كنت عوال. كنيزه مزيان ملي لقيتك هنا جايه في الطريق وتنفكر مع راسي كنقول دابا احسن حاجه خاصنا نديروها باش نديرو داك الاضراب اول حاجه نبداو بها خاصنا نجمعوا العيالات. داكشي علاش خاصك انت تكلفي لي بجميع العيالات حيت كيبغيوك انت تيقوفك ياك اش بالك؟ لا حالي ما عارفه كان عندي بزاف ديال الخدمه ما مساليهاش لهادشي. ولا ما تقوليش لي هاد الكلمه شنو بغيتي انا تاني نقول لي انا وياك مقارعين نقولوا تاني خاصنا حنا ما صدقنا عاد صالحنا؟ لا والله الا مبكسطه والله انت اسمعيني راه غادي يعجبك هاد الخطه اللي غادي ندير. دابا انا قلت خاصنا غادي نجمعوا العيالات في القهوه ديال الزبير غادي نقول لهم اختي الاضراب شنو بغينا نديروا فيه، نديروا دوك العصابات حنا ونديروا دوك اللافتات نكتبوا فيهم نعمروا فيهم داكشي اللي كيتقال، نخلي البيرو ديال العطيطيس من بعد عاد غادي نمشيو ليه نحرقوا تحنا طابلياتنا اللي بغى يشقى يشقى اللي ما بغاش يشقى على يشقى. اش بالك في هادشي؟ انا عرفتك غتفقي معاه. امي بالحبشيه بغيت نقول لك شي حاجه ما عرفتش من هاد الايامات كتجيني الدوخه وراسي كيضرني والماكله كاع ما بقات كدوز ليا العصر ديال الليمون
ومنين انت كيدوز لك غير عصير الليمون؟ هادي شي سيمانه. ملي تشانق بوك مع ابو طالب انا جاي. اسمك الله سليمه. تشرفينا سليمه. تبارك الله تبارك الله. شوفي الشهاده اللي كان هنا دابا ما طبيب ما والو، ما كان شي حاجه بغيتي تعرفيها اجي عندي انا. اش قلت لك انا؟ قلت لك انت غادي تموتي، لا بالك شي حاجه ما ديري قبل ما يفوت لك الوقت، عيشي الحياه ديالك. عرفتي علاش نتوما بجوج تتقتلوا في نفوسكم وفروسكم عرق بعرق؟ حيت غادي يموتوا. كلنا غادي نموتوا، انت ما غتموتش، انت غتبقى، لان نتوما كتبغيو بعضياتكم، هادشي اللي كاين. ها كاين ولا ما كاينش؟ اه ما تحشموش مني، غير قولوا لي انا، راه ما كنخاف حتى من واحد، لا بو طالب لا بو شعرب لا بو قنانف حتى انا. وهذا المرض هذا ديال البغو راه خطير على الدار، لهذا انا كنصحكم بغيت تفكم هذا الشيء بداو تكرهوا بعضياتكم. وحشومه عليك عمي بالحبشيه، تخلينا نموتوا وترى طبيب، وهذا الشيء راه جريمه في حق البشر، وتمشي للحبس. تاخ 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 اللي ولا عندنا مسلسل هذا. سليم كيبغي سليمه، وعندكم الحب في 36 وهذا 360 فيلاج 360 عامر بالحب. انت ما كتعرفش لهذا الشيء، ما عمرك حبيتي ولا تحبيتي. خلي الشباب، شجع الشباب. شوف انا راه ما عندي ما ندير لكم. قلتي ما كتخافش من با؟ انا قلت هذا الشيء. انا شاهد، انا شاهد. وقلتي هذا الشيء يا خويا، انا سمعتك. يشاهدوا عليك السبوعه في شي غابه بوحدك ويوزعوك طروفه. والله نشد بالعار من اعداد غنفهم قيسين بالحبشيه. الزبير؟ لا واش بنت لك دي لا لا راضي ترى دايما ما تقتل في الدار، راه ما غاديش يتقادلك الدبان، راه خاصو القرطاسه. قول لي يا الزبير. نعم. هذاك الكيدار ديال بوشارب وهذاك البغل ديال بوطالب، ما عرفتهمش علاش مخاصمين؟ حيت انا باغي نصالحهم، ولكن خصني نعرف السبب علاش تخاصموا النهار الاول. بداش غنقول لك، بوطالب وبوشارب كانوا صحاب الله يعمرها دار، الروح بالروح، وقع مشكل وما يتخاصموا. ولا دابا وقت ما جاوا يهضروا كيهضروا على الغدر وعلى الفلوس وعلى العيالات. دابا هاد الناس اللي لاباس عليهم هادشي علاش كيتخاصموا؟ خلي داك الشيء. ما نفعتيني بوالو. ما كتزير تشيش انسي بحال انت ما كتشبعش من ديغ النهار كامل وانت تسرط، غادي تسرط جاي تسرط. ما دبتونا حرفيا ما رقات لك الجوع مالك؟ الزبان ما كاينش. قول لي هذاك البغل ديال بو طالب وهذاك الكيدار ديال بو شارب، ما عرفتهمش علاش مخاصمين؟ شوف السي بالحبشي، انا نمشي نقلب لك على الاخبار ونجيبها لك نقير لك عليها فين ما كانت بالحاله المدنيه تاعتها. يلاه سير. وين اش نعرف؟ واش نقدروا الغالي؟ وانت ديما ما ديديك وديما كتطلب، واش ما في اخباركش براها اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ما نطلبش انا، علاش نطلب انا؟ خدام انا. علاش خدام؟ نبيع ونشري. باين عليك ولا كتسعى؟ ما نسعاش، انا نقضي لك غرض ونعطيني رزقي. اش من الغرض؟ انت نشوف لك ثاني غادي تبقى تجمع وانت وتحدد وتملح في الفلوس وتخبي. اش من احنا ما عندك ما جابناش احنا في هذه الهضره، بغيتي نقضي لك الغرض عطيني ما بغيتيش. يلا سير. ونير نير شو الفلوس انت عيب عليا. غادي تبقى هكا ديما كتطلب ديما اللي فيه شي حاجه. ها هي انت ودابا هذه ماشي خدمه. شوف والله السي بالحجي اللي حسب غرضك مقضي على دابا درك جبت لك الخبر. يلا سير. ها سي علي لقيتكم حنا مجموعين. ها شد رجوعي. بسم الله السي بالحبشية الزبير هادي لك. ها راه هادي. شنو هادشي؟ ها شنو هادشي؟ مشيتي وفي هادشي اللي غنقدر نقول لك، ما داش هدي عليكم. مشينا؟ فيها. انت فين جيتي فيها؟ قول لنا بالحبشية انت اللي قاري. لقد انتهى زمن سيطرة الرجال على النساء، النساء قادمات، احذروهن. كيف العيالات جايات. او
حتى العيال تلقاتو. ماشي هادشي اللي فهمتو نتوما. كيف لا ياك التحيه اللي تزين لها الدوار اسي دوار 360 كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. ها سي والله القسم ودي السي بالحبشيه وهو الزبير حق الله شتي المخزن والله ما تاين مثلا المخزن بالله واخا حنا دابا دوار 360 حنا راحنا في راس الجبل وانت واحد ما جايب لنا الخبر واني بغاو يدوزوا عندنا لوطروت عرفونا ناقصين عيالات صوتوا لنا للعباد حق الله العظيم للمخزن الله يجازيه بخير. والله يا سيدي انا ما كتبتيش فيها الله يجازي هذا المخزن بخير اللي باقي مخلي متالك عايشين فوق وجه الارض. مشتي بحالك انت كل المخزن عاقبك والله تيصيفط لك العسكر ديال اوكرانيا. انت اللي ترى العيالات جايات ترى العيالات لكن بات نخمم ونظل نخمم في هذه القضيه ديال الكيدار ديال بوطالب وهذاك البحر ديال بوشهر ما عرفتش علاش مخاصمين هاد التخاصيمه كلها. واش نقول لك بالحبشيه؟ انا عييت من فتش خبريه اللي جاتني قال لك بما تمشي بلان قديم شي حساب قديم داكشي داكشي علاش هما معادين بحال هكا هنا وهاد القضيه واقعه قبل ما جانا للدوار وفاتوا فيها شي ثلاثه القدم المشكل ما خلاش لي الراكور باش نقول ما كاينش شي وثيقه والو معلو تقول ست دقيقة عليهم ما كاينه وهاد الشيء عندهم اذا موروث اذن عن جد وارتين هادشي ولكن الواحد بحال هاد القضيه اللي خلينا انا بغيت نقول لك دركا على العيالات رد البال رد البال لمرأة مناوين على خزيت عيالك؟ أنا كنقول لك وما شتيني ما شتك واخا شتيني الله يعاون جاب الحبشي الله إلا عيشتك مع ديك البقرة ديال الكوكب اللي غتخرج عليك دابا بكرش كوكب على فمك الله يديك قبل الحبشي واش عيالات ولاو كاملين وبانوا لك وحوشة ما بقيتي تحمل فيهم حتى الشعرة أوي هي راه درهم البنة ديال الدنيا هما منا هما أختنا هما عيالاتنا الله عمر هذا خصنا نردوا لهم البال نراعيو لهم نحاميو عليهم الشاشة مساكن وحنانات والله ما يقتلوا الدبانة هضرة تناقض عندك السي وين قال لك انت انا وعلاش هذيك المرأة عندك السبة المخيرة كتضل تسب فيها شاطماطة عيشورية بقرة عوجة فرقة دوكا كتقول لي يمنا هي بانا هي ختنا هي هذي الله يهديك ومن الحبشي يا ربي اه اجاب الله كاين الله انت مالك اجويني راه الحالة في راسك صاير تقزقز اه انتما ما في خباركم شو لاباس ويلي وترى زينا العيالات الدور هك دك تاع العيالات دابا درك عندنا في الدوار اللي بغى يتزوج وحده جوج ثلاثه اربعه انا نشرح تزوج قال لي بشير مبشور قال لي داك ولد مقدم تاع الزبير على ما تسرح هي واقيلا غيولي عندنا بحال هذاك الموسم ديال ايميل شيل بحالو ها هو تاع الدوار 360 هذاك مزيان غادي الدور عندنا الحركه وغادي يقول في لاجي ولي لاباس عليه اي العيالات غيوجدوا وانت ما عندك حتى خدمه اخرى من غير هاد البلانات ديال العيالات كتعرف تجيب غير هاد الخبارات اش ديال فيها الخبار ديال ذاك الكيدار ديال بوطالب وذاك البغل ديال بوشار وانت انا راه عييت ما خليت فين جريت ما خليت فين سولت الدواور عباد الله والو ما جبتش شي خبار كاع انت راه مشيت حتى لعند هذيك امي الضاويه اللي عمرها 116 عام انا نقول لي ابو جرب وهي تقول لي ابو غانم ما عند الزهايمر جاها ولا ما نعرف ما كاينش خبار واش عندك مشيتي لهذيك المراه مسكينه ياك ما فيقتيها من النعاس ولا شيء ما فيقتها هذيك مسكينه راه ولات كتنسى اش كتاكل راه ولات كتاكل بطاطا وتسحب ليها كتاكل في اللفت الحال سير سير لما قضيت شي حاجه بيدي ما كاينش اللي يقضي سير سير تابع انا من يلا سير يحك لك عدد يا ليت الخير يا سير راه عيني غير حمار وسير وهذا الشيء الحبشه ايه تشوف الجو والله لداتك شي وحده بالله على طعتي مشي عند فوق طيس مزيان اللي لقيتك هنا عيد عندك جبد ورقه وستيلو عيد حنا دايرين اللي ضرا العيال ديال الدوار سجل المطالب الله يرضي عليك باش تعلم بيها بغينا قهوه بوحدنا ما بقيناش بغينا نتخلطوا السبت الحد ممنوع طياب عند العيالات ممنوع شي مرا طيب اللي بغى يغجدر شي حاجه يعري على كتافه اي راجل كيما بغى يكون زيدك الاخرى الكونجي ديالنا ناخذ وقت ما بغينا وتخلصوا عليه بالفول هادشي راه على المقاريب الاولى باقي ان شاء الله غنزيدوك شي حاجه اخرى تبارك الله عليك لا الا عجبتوني انا بالله جاتي لي واش تمعليش علي الميش فما خويا نجي ندوض لينا راه يضرب صحابها سيبوا له باش من يضرب حليم وانت اش دخلك هادشي انت خاصك تدخل سوق راسك بعدا اش دخلك في الجواز باقي مجوج ما دويش على شي يا قد الصبع عندك كيدايرون جيني ما تبقاش دوي سجل داكشي اللي قلت لك ونبينا عليه السلام واش نبينا عليه السلام كتحدايني انا ولا انا كنتحداك شتك ولا تتزايد معايا في الهضره على عطيطيس العيالات توالاو اي قيسي شي واحد
وصلنا للماسكات معكم حليمة مش كنت تحيرني نخرجوا منك ملتين وقتلك على ما قدير في بعدي عصحيت عمينك عمالي عمي بالله يعني شيطانك مين جبتها الماسك لاجمع بديعة تحدث الخيمة دي بديعة 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 حليمة هلحا ايش هالعرض اللي بالموجة بديعة عمي بشاركي بديعة عرفتي بحق بديعة اللي كنت تعطى من منقي خيار وصحي وزي والمسامحة بديعة من على الشيطة الله يفيدك اش يا ابو طالب نهضر معك انا بخير زفت الحمد لله كم مقلق عليك هدن شويه راسك باغي انا نهضر معك نقول لك شي حاجه يلا قول اش باغي تقول انت الله يلا سبحان الله العظيم ترى بلا بيك وبلا داك العدو تاعك القهوه كي داير تاسي ديال والحمد لله الحمد لله نشكروه الحمد لله واخا الوقت مزيره ولكن حمدنا الله شكرا ايه مش حتى ياك ممنوع بس لا هو صدعتك شويه عندك تقول لي راه باغي شي فلوس ولا باغي تسلف من عندي ولا درا سنتيم ما تشوفوش من عندي انا اش من سلاف ولا واش انا محتاج لك حتى تسلفني عمري جيت عندك قلت لك سلفني شي حاجه الحمد لله انا بخيري بخميري ربي باص الحمد لله غير بغيت نقول لك بلي هذاك بوشارب راه باغي يصفي معاك هاد العشيه داك الشيء علاش مخاصمي اش باغي يصفي معايا ولا نصفي مع بالحبشي علاش مخاصمين هادي سنوات باغي اليوم يصفي معاك هادشي باش مخاصمين عرفتي اش دير خليني تنفكر ونرد عليك الخبر صافي انا جيت عنقول لك اشنا هذاك العدو ديالك تاع بو طالب راه اليوم مع الربعه ان شاء الله ناوي يصفيها معايا يصفيها معايا؟ ايه وحربوا بيش يقرب عندي هنا لما نجيبوا الله ردودة مالك راسك عامرها بالبونية والدباز الله يديك ماشي يصفيها معاك غادي يتشانق معاك ولا غادي يصفي معاك حسابات كاع اللي بينك وبينه على المخاصمة اللي مخاصم انت وياه من شحال هادي بغي يصفي معاك الشغل فهمتي دابا انت دابا عارف عاقل علاش هانتوما فايتين تخاصمتوا النهار الاول بقى علاش تخاصمتوا علاش؟ لا وخيلا لا انا ما عرفت انا ما عرفت نسيت علاش مخاصم التوية وما عرفت والله ما عرفت المهم السلام عليكم وصف ما اصلا انت قصرتي في حاجه منو يلقى لنا شي طريق كيف وين وانت دابا جوج مخاصمين قتلني نقتلك عكس معايا نعكس معاك اجي مالكم على جلستي ما نعرفت عاقب كشوي شد عارف شويه بشي درك تزيف تعب شويه عليك لا عطيش مالك مالوك هكا وصفر مالك مالك وشحال هربوا ناش كانوا غيقتلوني شكون هذا ليالات جايات او تا شتي كانوا عندي في البيرو صخصخوني وعلاش ما يجيو القوان دينا علاش ما يجيو عندي شو هيدي شلا هلا داروا ليا تعجي شحال وما شحال رغزة رغزة ديالة أعطي شيء أجيها ما نعطيس ما بانت لكش فيهم شي وحدة مريشة دومانية اللي تصلح لي خاصني أنا أعطيس ما كاينة شي وحدة بحالي حادقة باش تقابل لي القهوة مزيان جوج داري الماسك سامي هذا تلتفوا دايرين دوك الماسك تاع الزين باش تزينا حنا جوج نحن شحنا انا ها وحده بارا جوج شحن شتي لنا خبار زينه هذه شحنا نشتي وين جو جوي من هو يقد على الجواد لما عيالات جايات واقي ان شاء الله ملي غنوليو جوقه غيخافوا منا الرجاله ديال الدوار يولي هذا وانا متعطل هنا مال العيالات الاخرين عايزه كتصيف في السفه والبيت ومسات الحمام وملكه ملكه قالت لك دارها في الماء وخدي زيك تاهي دزنا حتى قالت لك حد يا ولده الصغير ما يمكنش تخرس وهي ما قالت لعك بها قالت لعني لعبوا بالطوق وما جاوبتناش ايوا نعنو يعني كاينين ها انتم وصافي كاينين ها حنا وما يهمش يلا العيالات تحزموا طراس موتوا العيون القهوه ديال الزوبين
مازال تلقاو كاع العيالات اللي التقيناهم في الطريق نجروهم معانا. سربي راسكم يلا. كنت صوفي رزلي انا يا نوض شكون طرحت الله نوض يلا نوض طرقونا الفراش يلا يلا يلا. مجنع بيبي اتفشوا شوية اتفشوا راكم مصوبين عام التراب. بقيت نعرف اش عندكم في بلاصة المخاخ. لا هي توفنا قولوا لي توفنا. عندكم الحجر قولوا لي الحجر. محشوم عليكم هادشي اللي كديروا بزاف هادشي بزاف. رجل الوقت دابا فاش تفضيوا هاد المشكل وتصالحوا ولادكم راه ولاو بعقولهم. راه هو اللي بدا. هو اللي بدا. لا هو اللي بدا. قلت لك تاني بديت. لا انت اللي بديت. قلت لك هو اللي بدا. بلاتي بغيت غنعرف اشنا هو السبب علاش تخاصمتكم. تخاصمني. ايوا شتي ما عارفينش حتى علاش تخاصمتوا. انا عارفه. والله حتى انا عارفه. نعاود ليك. عاودي ليهم. نعاودها لك اسيدي بحال الخبيره. كان عندنا في السوق الفوقاني واحد البقره غادي تتباع. كيعاودوا عليها بقره زينه وعاطيه للعي. نطي انت صيفطي الرقاص البوشعر. نط انا صيفطي الرقاص البوشعر. ولا ياه وابو طالب صيفطي الرقاص البوشعر. قولي بو طالب صيفطي الرقاص البوشعر. هاك وهكاك. قال لي خذ لي البقره باش ما خديتيها غادي نخلصها لك. نطي انت يا بوشعر عجبتك البقره وصافي. وانا راه ما شريت بقره. انا ما عمري ما بعت ما شريت في البقره انا. ايوا ولكن شكون اللي دا البقره؟ انا. الله يطلق. الله يتاليك بالبلا. اه مزيان. شتي كنا زعما باغيين نتناسبوا. انا ناوي زعما نعطي الدريه بنتي لولده. والله الا عجبتوني ودخلتوا لي لخاطرك. يلا. عليكم حاجه واحده دركا تعانقوا مع بعضياتكم. هو يعنقني الاول. هو اللي يعنق الاول. لا ستة الاول. لا انت اللي غتعنق. بلاتي انا غادي نفوت ودبروا مع بعضياتكم. انت اللي غتعنق الاول. لا انت اللي غيتعنقني الاول. شيش غنديروا؟ انا نحسب واحد جوج ثلاثه ونتعنقوا في دقه واحده. يلا واحد جوج ثلاثه. شد الزوبي شد جراطي شد الزوبي انا عيب الله بغيت نعرف غير علاش حليمة اللي هي اجمع لينا جويعي داك ما درتي لها شي حاجه تجاني ندير المصيبه ترى هذيك حاسد انا حيت عارفه العيالات جايات جايات عندنا العيالات يا والديكم نصيتكم مع الريح في المخد الريح هرب 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 ها هذيك قايله الرجاله شوف انا ما خارجه من هنا سوا تفاهمنا بالخاطر ولا صحه انا مو رجال. اه انا راجل. انا ماشي راجل. يا اللي ما تفهموا جوجنا تفهموا. تفهموا العطيطي صح. وحده فيكم تكتف هذا وخرى تكتف هذا هذاك خلوه لي من بعيد كتفوا. حليمه حليمه راه ماشي حق بهذه ديال بصح الاكجال. كنزه الله يرضي عليك اختي لما دخلي سوق راسك هالعار. حليمه ما غاديش ندخل سوق راسي صافي المهم واننا قبيناهم ما غاديش تعاودوا ياك؟ لا ما باغيش حد عليا غير دخلي سوق راسك نيفك انت ديما خاشيه في المشاكل كنزه غنغضب عليك غضبه ولا طقطقي فكوهم خليوا هذوك وزيدوا ربطوا ليا دخلتي ميت يلاه لا حليمه اختي لا 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 مشى علينا الحال من الثمانيه هذه عندي عرس بنتي خصني ضروري نمشي ما نبقاش تابع كيفاش انا عيب قلتي يا مريم عندي العشاء ديالها ايوا انا شكون واش وديك الهضره اللي دوينا والعيالات وانا شكون اللي قال لي العرس تشمل راه بحثتي مع اختك ياكي لا لا اختي انا ما عندي حتى شي مسكي مع الرزاق ياك انت مع غانا اسمعوني اش غنقول انا ما مفكاش يا بالخاطر يا صح انا غادي نضرب دوره ونجيب عيالات خوين ونرجع المهم العيالات جايات جايات سوا اليوم سوا غدا ها راه داكشي اللي قلنا ياك سمعتي دابا بودنك عيالات جايات جايات حليمة ما قلتش جيبي معاك بلاصة ما يفوتوش 24 تحت انا لا يدي شي بدا تكون حادقة اش عطيت واش تاتا تكمل علينا طردتو انت جاي ان شاء الله انت جاي عطيت ما كان عاد ترجع شحنين عطيت جواعين اه تشهد الحالة فاش كاينين حنا كان لا يديك راه داك واش جواج المرأة راه كتربط الراجل باش بيمشي لها وكلاهم تتحكموا انا ربطتني شتي قال لي جاتني في حقي كبيرة اه ما شتيش انا واحد المونتي فوق حدانا لا انا فاش قلت انا والله الا هذيك الخير انا جاني جاتني بعد 56 عام انا صقع انا ويني شوف راه قالت لك حليم يا ليت زيات يا ليت زيات زيات
هذا خبر صار يا الوليدات، دابا يمكن لكم تمشيو مع راسكم تجوجو في امن وامان، الوالدين تصالحوا، ما بقاش عندكم دابا المشكله. مالكم؟ صافي حنا ما بقيناش باغيين نتزوجوا. ها؟ ما دوزش معاها بزاف ديال الوقت، ولاني دابا عرفت على حقيقة. اكتشفتيها دابا؟ ايه. وشتي كاع داكشي اللي كان كيقول با على فاميلته طلعت بصح. مالتي فاميلتك تحمر الوجه. عاد دابا مابقاتش كتحمر الوجه. كون عرفتك هكا النهار الاول والله ما نديها فيك. دابا بغيت نعرف غير انتوما دابا علاش مخاصمين؟ اشنو دارت لك؟ اشنو درتي لها؟ يلا وجاوبوني يلا. والو صافي ماشي مهم. المهم هو عرفت على حقيقته. مابقيتش باغي. انا اللي مابقيتش باغياك. انا اللي قلتها الاول. وانا غنمشي نقولها لبا. انا غنقولها لبا. انا غنقولها لبا. يلا. ديال الرجال صغير فيهم ما عاد فيه شي جوج ميتر وراد وقفوا قالوا لي خرج داكشي اللي عندك. انا ما سكتش قلت لهم عليك قالوا لي خرج داكشي اللي عندك وانا جبت الفلوس على كول بسطام قلت لهم والله على لويتيهم الاول تمشي عندي حسب لي الناس متحضرين غادي يهضر معايا صرفقني دخلت ولكن بقيت واقف تاني تا هو صرفقني وانا ندوخ وانا نبقى واقف تاني صرفقني وانا ندوخ وانا نبقى واقف بقيت واقف حسكا ما بغيتش نبقى هنا ضربه فيا ضربه فيهم ولكن في الاخر خليتهم شنو يربطوني خليتهم يربطوني ولكن تتلقوا الكلاب تتلقوا الكلاب كلاب 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 نيش كلاب قول لي يا سي لطيف الكلاب واش طلقوا عليك السلوكيه ولا طالقه عليا انا؟ ها؟ لا